سعيد بتواجدي في تونس بلدي الثاني. الحقيقة مسألة الاشتراك شركة ليبية في مركز، يعني تكون عضو مشارك برأس المال في مركز تدريب كما مركز تدريب التعليم في تونس، هذه خطوة مهمة وهين نشجعها ونطلب من الشركات الليبية الأخرى زي خطوط ليبية أن حتى هي تساهم وتكون شريك في المركز هذا، لأن هذا حقيقة يخسر لنا الجهد والوقت والمال فيما يتعلق بتدريب الطيارين الليبيين اللي كان يتم في مراكز أخرى في أوروبا أو غيرها، وإحنا عندنا المركز في دولة شقيقة. إحنا الدولة الشقيقة هذه والمركز هذا أولى بتدريب طيارين من غير المراكز، والمساهمة فيه يزيد يأكد من دورنا فيه. وإحنا نبي ننمي المراكز هذه ونشطها اقتصاديا وفنيا، ما نقول نقاط جذب لتونس ولليبيا، ونبقوا الدول الثانية الأفريقية وغيرها أن هي تبع الطيارين وتتدرب عنا. وهذا مركز هو في تونس لكن هو مركز تونسي ليبي. طبعا هذه الاتفاقية فتحت الأبواب على مصراعيها للأخوة الليبيين للتدرب، خاصة مع الطيارين الليبيين للتدرب في المركز هذايا، اللي هما في الحقيقة من عندهم فترة يجيوا مع بعضنا وكل. وأيضا زاد المركز يستغل الخبرة عند الأخوة والخبراء الليبيين في أنماط معينة من الطائرات، خاصة A330. والشراكة هذه نحن نحبوا أولا هي عربون أخوة وصداقة بين الشعبين التونسي والليبي، اللي هما يعتبروهم شعب واحد في دولتين. وأيضا زاد فما برنامج لتطوير عمل المركز هذا اللي يشمل عديد المهن الجوية الأخرى، مثل الرصد الجوي، مثلا الأعمال الأرضية كلها، الصيانة، هذا الكل حكاية مجالات اللي إن شاء الله معناتها بالشراكة هذه بدعم المركز هذا باش نفتحوها في المستقبل القريب. هي أول اتفاقية في الميدان هذا، وأهمية الاتفاقية هي الحقيقة معناتها هو أنه باب معناتها فتحناه لاتفاقيات أخرى إن شاء الله. وقيمة الاتفاقية هو أنه نفكر، وهذا ديما نحن المرة الأخرى زاد الحديث كان في نفس الإطار، هو أنه تونس يلزمنا ديما نشدوا صحيح وأنه نشتغل ونعملوا على استغلال القوة متاعنا اللي عنا، اللي هي ناسها ومعناتها وخبرتنا ومعناتها التوانسة اللي عندهم معناتها الحقيقة العديد من الإمكانيات اللي باش تكون صالحة للبلدان الشقيقة، مثل معناتها توا كيما هكا نشوفوا مثلا الاتفاقية مع الحقيقة مع ليبيا، كيف مع زادة النجم يكون زادة اتفاقيات مع البلدان الإفريقية، مع الشرق الأوسط، معناتها تكون اون بلاتفورم بالنسبة لنا احنا مهمة جدا. طبعا الدراسة والتجهيز لهذه الاتفاقية هي بصراحة منذ أكثر من سنتين. تونس تعتبر بصراحة هناك عدة جوانب تشجع بأن نقوم بالاستثمار في تونس. أولا أن هناك مركز جاهز للتدريب، وثانيا لقرب تونس، ثالثا للتوافق دائما بين وتكلم بالذات في قطاع الطيران بين زملائنا في تونس والخطوط التونسية والنوفلير وزملائنا في النقل الجوي وفي ليبيا. فمنذ سنين عدة ماضية ونحن هناك تعاون بين شركات الطيران في كلتا البلدين، طيارين يعني بصراحة يعرفوا بعضهم وفي تعاون بيناتنا، وفي طيارين استقطاب طيارين من هنا، وكذلك في الصيانة وفي عدة أمور. فهذه كلها دوافع دفعتنا إلى أن لا نتردد في أن نستثمر في هذا المنارة العلمية التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون داعمين لها. هذه تقريبا من الأشياء اللي عجبتني اليوم هي الاتفاقية تجمع ما بين ليبيا وتونس في ميدان تكوين الطيارين،
ورسكلت الطيارين. الناس كل تعرف اللي ليبيا عندها حاجيات كبيرة في هذا الميدان، خاصة بعد اقتناها كمية هائلة من الطائرات خلال العشرية اللي فاتت، وبجمع الشمل يصبح المركز التكوين في تونس له القدرة بتكوين يعني عدد كبير من الطيارين، مما يحسن من نجاعة الاقتصادية، وكذلك يجعل منه قطب من أقطاب التكوين في العالم. وهذا من شأنه أن يجذب طيارين أخرين وشركات أخرى من بحر الأبيض المتوسط حتى من الشرق الأوسط.